تربيت بشمال لبنان بين طرابلس والكورة. وقتها كان عمري 16 تركت على منحة دراسية وكملت درسي بموريال. اشتغلت بمجال الفواكه واللوبات العضوية وترجعت على لبنان بسنة 2013 فتحت شركة اسمها طاقة. بلشت انتج مأكولات صحية وسوقهم بسوق لبنان لشوف كيف المستهلك اللبناني رح يحب المنتج الصحي. المنتجات هن كوكيز معمول نباتي، فيها روحية لبنانية وطعم لبنانية، فيها تاكا بارز أربع طعمات، في كمان كراكرز اللي بيعطونا هالطاقة الطبيعية. ما بنشتغل بالحبوب اللي معدلة جينياً ولا بمكونات حيوانية مثل الحليب والزبدة والبيض، ما بنشتغل بالمواد الحافظة. ب 2016 بعد ما سوقت المنتج بلبنان وشفت انه الطلب بلش يزيد، قويت قلبي وتشجعت لجيب راس مال لكبر المعمل ونحصل على شهاده الجوده ISO 22000 2005. عم ننتج على مستوى دولي وعالمي بقلب طاقه. اليوم الطاقه موجود ب 350 نقاط بيع بلبنان، عم نصدر على الدول العربيه وكمان من هلا ل 2019 2020 مفروض نصدر على اوروبا. اليوم نحن عم ننافس مع منتجات اللي جايين من برا، خلقنا سوق لمنتج لبناني طبيعي 100% اللي ما كانت هينه وفي طلب على طاقه، وطاقه موجوده لتستمر.